وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يوم القيامة لا يرون الله، أدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.